نتابع المزيد مشاهدينا حول أبعاد هذا الملف مع دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور إلى نشرتنا الاقتصادية. بداية ونحن نتحدث عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والاقتصاد المصري وأداءه أمام الأزمات، ما أبرز السياسات دكتور خالد التي أدت إلى صمود الاقتصاد المصري أمام هذه الأزمات الأخيرة؟ وبصمود نتحدث عن معدلات البطالة، نتحدث عن معدلات التضخم وعن معدلات النمو أيضا على وجه التحديد. الحقيقة الإصلاح الاقتصادي في البداية، مساء الخير لحضرتك والأستاذ المشاهدين في كل مكان. الحقيقة الإصلاح الاقتصادي اللي تم في منتصف 2016 حقق مكاسب عدة لصالح الاقتصاد المصري، مكنه من الصمود أمام جائحة فيروس كورونا، وحقق مكاسب من خلاله سواء من حيث نسبة البطالة اللي انخفضت في ظل جائحة فيروس كورونا 7.3، شفنا اقتصاديات عالمية كثيرة النسبة ارتفعت لديهم برغم في ظل جائحة فيروس كورونا، وشفنا زيادة الاحتياط النقد الأجنبي وصولا أكثر من 40.5 مليار دولار، وشفنا قدرة الاقتصاد المصري لديه الإشادات الدولية الصادرة من المؤسسات الدولية اللي بتشيد بأداء الاقتصاد المصري بناء على الإصلاح والاقتصاد اللي تم من منتصف 2016. ده كل ده مكن الاقتصاد المصري من الصمود، بالإضافة مكن القرارات اللي تم اتخاذها من قبل رئيس مجلس الوزراء كإجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا. أعتقد أن ده هو اللي مكن الاقتصاد المصري من هذا الأداء الجيد اللي العالم النهاردة بينظر له بانبهار بناء على كل هذه النتائج. النهاردة الاقتصاد المصري الوحيد في الشرق الأوسط الذي نجا من الانكماش في ظل جائحة فيروس كورونا وحقق معدلات نمو إيجابية. الاقتصاد المصري عمل جذب مزيد من الاستثمارات بناء على ما قامت به الإصلاح الاقتصادي، مكن مصر أن تحتل المركز الأولى جذبا للاستثمارات الإفريقية على مستوى إفريقيا. صحيح، وهنا أسألك دكتور عن العوامل التي جعلت من مصر أفضل وجهة جاذبة للاستثمار في أفريقيا للعام الرابع على التوالي، وذلك جاء وفقا لتقرير راند ميرشنت بانك أيضا، ما العوامل التي أدت إلى ذلك؟ أولا حجم المشروعات القومية والبنية التحتية اللي شهدتها مصر عبر 7 سنوات وما تم إنجازه منها على أرض الواقع، كل ده بالإضافة لحزمة التشريعات المتعلقة سواء بالقانون الاستثمار أو بالقوانين المرتبطة بالدخول وخروج الاستثمارات داخل مصر، هو ده اللي حفز وشجع مزيد من الاستثمارات الدخول داخل مصر بناء على الإشادات اللي كانت بتصدر في حق يعني الإصلاح الاقتصادي اللي تم، البنية التحتية اللي تمت، حزمة التشريعات الاقتصادية اللي تمت، كل ده الإشادات الدولية الصادرة بحق الإصلاح حق الاقتصاد المصري، كل ده اللي مكن مصر من جذب مزيد من الاستثمارات وأن تحتل المرتبة الأولى إفريقيا للعام الرابع على التوالي، بالإضافة للاستقرار السياسي اللي موجود، استقرار أمني موجود، ما نشهده على أرض الواقع من متغيرات إيجابية تحدث في كل تربوع مصر، تحقيق تنمية مستدامة، أعتقد كل ده أهل مصر أن تكون الأولى جذبا للاستثمارات الإفريقية. كل ده مكن الاقتصاد المصري. النهاردة الكبريات الشركات العالمية بتسابق الزمن أن تكون لها نصيب في داخل الاستثمارات في مصر. ليه؟ إن مصر عملت وتهيئت المناخ الأمثل لهذا الجذب من الاستثمارات، بالإضافة أن النهاردة مصر عازمة على توطين صناعات جديدة وتشجيع مثل هذه الصناعات علشان تقدر تحقق معايا ما يحتاجه المواطن المصري من خلال، وأثبتت أيضا أنها سوق صاعد ينتظر الكثير من التركيز من قبل المستثمرين الأجانب في الفترة القادمة. طيب دكتور، الدولة تضع السياسات، على المستوى الإداري إلى أي مدى التعاون بين مؤسسات الدولة وبين الوزارات المختلفة، وهي النقطة التي يرى البعض أنها كانت غائبة عن الدولة المصرية في العقود الأخيرة، إلى أي مدى هذه النقطة تلقي بظلالها على النتائج؟ بداية لو شفنا الإصلاح الاقتصادي اللي تم، السياسة النقدية والسياسة المالية اللي تم فرضهم
من قبل سواء البنك المركزي أو وزارة المالية بيحدث فيها تناغم لأول مرة، يحدث هذا التناغم بين السياستين. التناغم ده بينتج عنه الترابط وينتج عنه وحدة الرأي والفكر في التعامل مع كل المستثمرين المقيمين على أرض مصر والراغبين للاستثمار في مصر. بالإضافة النهاردة لو شفنا النهاردة ملف الضرائب، هو ده أحد الملفات اللي كانت مستعصية من قبل صحيح. ذلك، واللي شفنا مدى تباطؤ عملية التحاسب الضريبي، وشفنا المشاكل الضريبية المتعلقة بالاستثمارين من المستثمرين، وشفنا هروب كثير من المستثمرين في مصر بسبب الضرائب والتقديرات الجزافية اللي كانت موجودة قبل ذلك. بنلاقي النهارده ان مصر من ضمن الاقتصادات الناشئه اللي بتطبق الفاتوره الالكترونيه، مصر النهارده بتطبق الاقرار الالكتروني وبيتم تعميمه على كل الشركات سواء شركات اعتباريه او افراد. النهارده نقله نوعيه بتكون مصلحه الضرائب بتطبيقها النهارده داخل المجتمع الضريبي وداخل مجتمع رجال الاعمال. ليه؟ علشان تحقق الانسيابيه التامه في التعامل بين المستثمرين وبين مصلحة الضرائب بتحقيق الشفافية المطلوبة اللي كانت غائبة عبر عقود مضت، بالإضافة للهيئة العامة للاستثمار وما تم تنفيذه من آليات الشباك الواحد وما تحقق على أرض الواقع من خلال الهيئة العامة للاستثمار وسرعة الأداء وسرعة التنفيذ. صحيح، ربما كما ذكرت دكتور أيضا سرعة الأداء هي من أبرز المفاتيح لمعدلات الإنجاز بشكل عام لأي سياسات تتخذها الدولة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي على كل هذه المعلومات وكل هذه التحليلات.